من يأبى قبول النصيحة التي لا تكلف شيئا سوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى الأسعار. إنه لمن السهل أن يعيش الواحد منا في المجتمع حسب ما يمليه عليه الآخرون، وإنه لمن السهل أن يعيش الواحد منا في العزلة حسب ما تمليه عليه ذاته، بينما أن الإنسان العظيم هو الذي يبقي استقلاله الذي مارسه في عزلته بروح عالية متينا وسط الزحام. لا تخشى أبدا أن تخطئ حتى تتقن ما تريد أن تتعلمه. اصغ جيدا لما يقوله أعداؤك، ففي كلامهم الكثير من الحقيقة التي أخفاها أحبابك. إحسانك على الحر يحركه على المكافأة، وإحسانك على الخسيس يحركه إلى معاودة المسألة. ادفع الشهوات فإنها ضد الفكر، ولا تطلب ما لا حاجة لكم إليه. لا تطلب سرعة العمل بل تجويده، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. لا تستصغر عدوك، فربما تمكن منك لمبالغته في تكبيرك. فكر مرارا ثم تكلم وافعل، فإن الأشياء متغيرة، ولا تسرع للغضب فيتسلط عليك بالعادة. تمرينات الجسد إذا تمت بالإكراه فإنها لا تؤذي الجسد، أما المعرفة فإذا تمت بالإكراه فإنها لا تبقى في العقل. معنى العقل وعمله تمييز الأشياء وتفصيلها، ومعنى الصدق وعمله ثبات الأشياء في مواضعها، ومعنى الجهل وعمله تلبيس الأشياء وتخليطها، ومعنى الكذب وعمله وضع الأشياء في غير مواضعها. يمكننا أن نسامح بسهولة الطفل الذي يخاف من الظلام، أما مأساة الحياة الحقيقية فهي عندما يخشى الرجال الضوء. إن الشخص الذي يهمل التعليم سيسير أعرج حتى نهاية حياته. العاقل هو الذي يتريث، والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. الذين يستطيعون تخطي ورؤية ما وراء ظلال وأكاذيب ثقافتهم لن يصدقهم العامة أبدا، فضلا عن أن يؤمنوا بهم. مقياس الرجل العظيم قدرته على السخرية من المتاعب. لم يحدث أبدا أي شيء يستحق التقدير عن طريق الصدفة، كما لم يحدث أي اختراع أيضا عن طريق الصدفة، كلاهما جاء عن طريق العمل الجاد. يعتمد القرار الجيد على المعرفة وليس على الأرقام. أتقن عملك تحقق أملك. الناس كالسماد، يمكنهم أن يغذوك ويساعدوك على النمو، ويمكنهم أن يعيقوا نموك ويجعلونك تذوب وتموت. يمكنك اكتشاف المزيد عن شخص في ساعة من اللعب أكثر مما تكتشفه في سنة من المحادثة. يجب أن تسمى المعرفة بدون عدالة مكرا وليس حكمة. إذا تجاهلك شخص فهو يطلب منك مغادرة حياته. لا تحقرن قليلا من الخير تفعله، فإن قليل الخير كثيره. التفكير هو التحدث والنقاش عن النفس مع نفسها. يتدفق السلوك البشري من ثلاثة مصادر رئيسية: الرغبة والعاطفة والمعرفة. الحكمة أن تتكلم لأن لديك ما تقوله بالفعل، والحمق أن تتكلم لمجرد الكلام.
الأشخاص الفاضلون هم أولئك الذين يكتفون بأنفسهم ولا يسعون أبداً إلى الظهور بمظهر الفضيلة، أولئك الذين ينوون أن يصبحوا عظماء يجب ألا يحبون أنفسهم فقط ولا أشياءهم الخاصة، ولكن فقط يحبون كل ما هو عادل سواء من قبل أنفسهم أو من قبل الآخرين. إن المجتمع الذي لا يعاني من الفقر الشديد ولا يعاني من الثروات الهائلة سيكون لديه دائما كل المبادئ النبيلة. أفضل إتمام عمل صغير بشكل كامل على محاولة إتمام عمل كبير بشكل ناقص. لا يوجد قانون أو مرسوم أقوى من الفهم. العدالة تعني التفكير في عمل المرء وعدم التدخل في أمور رجال آخرين. أول وأعظم انتصار هو غزو نفسك، أن تغزو في نفسك كل الأشياء المخزية والدنيئة هو أعظم انتصاراتك. الذي يسرق قليلاً مثله مثل الذي يسرق كثيراً، فكلاهما لديهما نفس الرغبة، لكن من يسرق القليل مقدرته أقل. مقياس الرجل الحقيقي هو ما يفعله عندما يكون لديه السلطة. ربما يولد بطل من بين كل 100 شخص، وربما تعثر على رجل حكيم من بين كل 1000 شخص، ولكن قد لا يمكنك العثور على شخص واحد حقيقي حتى بين 100,000 رجل. هناك دائما 3 أنواع من البشر: عشاق الحكمة، ومحبي الشرف، ومحبي الربح. نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر. كن لطيفا، لأن كل شخص تقابله يقاتل بشراسة في معركة ما. قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به. لا تثبط عزيمة أحد يحقق تقدما متواصلا وإن كان بطيئا. لكي تكون عظيما لابد أن يساء فهمك. الوعاء الخالي يصدر صوتا أعلى، وكذلك من يملك القليل يكون أكثر ثرثرة. الذي يعلم الناس الخير ولا يعمله بمنزلة من بيده سراج يضيء لغيره. الطيبون لا يحتاجون إلى قوانين ليتصرفوا بمسؤولية، والسيئون سوف يجدون طريقة للالتفاف حول القوانين. إن العقل الذي يسمو إلى معرفة الحقائق الأبدية لا يفنى حيث يتداعى الجسد. اجتنب مصاحبة الكذاب، فإن اضطررت لذلك فلا تصدقه. نحن نعامل من يقولون لنا الحقيقة على أنهم ألد أعدائنا. اكسب قلوب الآخرين بأربع: بطيب الكلام وجميل الاهتمام وصدق الالتزام وحسن المعاملة. البداية هي أهم جزء من أجزاء العمل. الشجاعة هي أن تعرف ما لا يجب الخوف منه.